feet. Every morning when I wake, it's like a miracle. السلام عليكم طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم في قناة الأستاذ رابي المساعيد، unit number 11، الوحدة الحادية عشرة في students book، تحديدا page 44، ورح نأخذ اليوم كمان إن شاء الله بعديها page 45. عنوان الوحدة اليوم The meal tastes delicious. المائدة مذاقها لذيذ. اليوم إن شاء الله راح نحسن مهارة القراءة، راح نستحضر معاني كثير مهمة جدا، راح نأخذ شيء مهم جدا في ترتيب الخطوات، وأيضا راح نألف العديد من الجمل اليوم إن شاء الله. كل هاي الأشياء راح نأخذها اليوم، فحتى تستفيدوا خلوكم معنا اليوم لآخر هذا الفيديو. بداية خلنا نذكركم إذا ما كنتم مشتركين في القناة، يا ريت ما تنسوا الآن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. الآن نبدأ بالكلمات يلي راح نحتاجها في الدرس. كوك يطبخ، كات يقطع أو يقطع، بوت يضع، ووش يغسل، ميل وجبة، تيست طعم، ديليشس لذيذ، والسيرف بمعنى يقدم الطعام. اليوم في عنا شيء بسيط في اللغة والقواعد، كيف أنا ممكن أرتب الخطوات. طبعاً إحنا في العرب نحكي أولاً اعمل كذا وكذا، ثم كذا وكذا، بعد ذلك آخر شيء بنحكي أخيراً الخطوة الأخيرة بنحكيها. في الإنجليز بيحكوا first، مقصود فيها أولاً، بعد ما تخلصوا الخطوة الأولى بتحكوا then، ثم الخطوة اللي بعديها next، بعد ذلك، وآخر خطوة finally أخيراً. راح نطبق هاي الخطوات اليوم إن شاء الله لما نألف جمل. نأتي إلى هذه الصفحة، في عنا picture 1 الصورة الأولى، راح نستفيد منها في تحسين القراءة وتحسين مهارة فهم الفهم والاستيعاب. لما أضلل أنا راح أقرأ ببطء، ليش؟ عشان أخلي لكم مجال تقرأوا قبلي. فلما أضلل اقرأوا أنتوا بالقبلي، وبعد ما نصير التضليل أصفر راح نقرأ قراءة سريعة، وبعد ذلك نعطي المعنى. هذا راح يكون أسلوبنا إن شاء الله في هذا الدرس. نبدأ بسم الله. الآن بلش أقرأ قبلية. مام، أنا أقرأ على مهلة حتى أعطيكم مجال. I'm going to show you how to make مجدرة. First, cut the onions. أوكي. الآن أقرأ قراءة سريعة. مام، I'm going to show you how to make مجدرة. First, cut the onions. يا ترى ما معنى ما قرأنا؟ هل فهمتوا؟ أنا لما أشر على كلمة بدي إياكم تعطوا معناها قبلي. أوكي. أنا سوف أريكي أو أريكم كيف تصنع المجدرة. أولاً قطعوا البصل. أولاً قطعوا البصل. راح نتابع نفس النظام. اقرأوا الآن الكلمات المضللة. Then cook some onions in a frying pan. Then cook some onions in a frying pan. المعنى، أعطوني المعنى. ثم أطبخوا بعض ماذا؟ بعض البصل. وين؟ في مقلاة. Frying pan يعني مقلاة. أوكي؟ طيب نأتي الآن ونرى ماذا تقول سميرة. اقرأوا قبلي، أنا بقرأ عمهلة عشان أعطيكم مجال. Does this take a long time؟ القراءة السريعة. Does this take a long time؟ المعنى، هل هذا يأخذ أو يستغرق وقتا طويلا؟ المقصود في قليل onions، بصل. مام ترد وتقول No, it doesn't. The onions taste delicious. No, it doesn't. The onions taste delicious. يا ترى ما معنى هذا الكلام؟ كلا، إنه ليس كذلك، يعني لا يأخذ وقت طويل. البصل مذاقه لذيذ. طيب، الآن في واجب أعطيك فيها، إنه بعد ما يخلص الفيديو إن شاء الله، بس شوفوا حالكم فاضيين، اعملوا زيي. شو تساووا؟ تقرأوا هذه الجمل جملة جملة، وكل ما تخلصوا جملة تترجموها، ثم تذهبوا للجملة بعديها.
وإذا بتعملوا بنصيحتي وبهي الطريقة راح تشوفوا كم راح يتطور مستواكم خلال فقط أسابيع قليلة. نأتي للبيكتشر نمبر 2. بيكتشر 2. أوكي. لا تنسوا لما أظل أنكم تقرأوا وخليكم متفاعلين معي. Mom, then wash the lentils. Cook the lentils in water with salt and pepper. Then put the rice and spices in the saucepan. In the saucepan. طيب نقرأ القراءة السريعة. Then wash the lentils. Cook the lentils in water with salt and pepper. Then put the rice and spices in the saucepan. Saucepan اللي هي القدر يعني الطنجرة القدر. طيب خلينا نعطي المعنى بس أشرح ثم أعطوني المعنى قبلية سريعا. ثم اغسلوا ماذا؟ اغسل العدس. اطبخوا العدس في الماء مع ماذا؟ مع ملح وفلفل. ثم ضعوا الأرز والبهارات في ماذا؟ ضعوها في القدر. إذن ثم اغسلوا العدس، اطبخوا العدس في الماء مع ملح وفلفل، ثم ضعوا الأرز والبهارات في القدر. ماذا يقول كريم؟ اقرأوا قبلية مثل ما تعودنا. I can hear the water in the saucepan. It sounds noisy. القراءة السريعة. I can hear the water in the saucepan. It sounds noisy. ما معنى هذا الكلام في العربي؟ أعطوني معنى سريعا. أنا أستطيع أن أسمع الماء في القدر. إنه يبدو مزعجا يعني صوته عالي. طيب جميل. سميرة تقول اقرأوا. That smells good. That smells good. ما معنى ذلك؟ ذلك رائحته جيدة. طيب كويس تمام. احنا خلصنا picture 1 picture 2. نفس النظام نعمله في picture number 3 الpicture الثالثة. ماذا يوجد في picture الثالثة؟ Mom اقرأوا الآن قبلية. Next mix the white onions with the lentils and the rice, put the brown onions on top of the lentils and the rice. The plate feels hot. قراءة سريعة الآن. Next, mix the white onions with the lentils and the rice. Put the brown onions on top of the lentils and the rice. The plate feels hot. ترى على فكرة إن لما نقرأ لازم نفهم. أوكي خلينا الآن نترجم. أعطوني المعنى. بعد ذلك أخلط ماذا؟ البصل الأبيض مع العدس والأرز. ضع البصل البني على أو في أعلى على ماذا؟ على العدس والأرز. الطبق يشعر بالحرارة يعني الطبق حار. طيب كويس. نأتي إلى آخر picture في هاي الصفحة. بدي أكو تقرأوا قبلي. أوكي لا تتركوا القراءة حتى تكونوا يعني بتفاعلين معي وتحسوا بالفائدة. اقرأوا قبلي. Finally serve the meal on a big plate with a bowl of yogurt and some salad. أوكي القراءة السريعة. Finally serve the meal on a big plate with a bowl of yogurt and some salad. يا ترى ما معنى هذا الشيء؟ ترجموا معي. أخيرا قدموا المائدة أو عفوا الوجبة. قدموا الوجبة على ماذا؟ على طبق كبير مع زبدية. الصحن المجوف الكبير مع زبدية من ماذا؟ من اللبن وبعض السلطة. طيب كويس. Grandma ماذا تقول الجدة؟ It looks beautiful. It looks beautiful. ما معنى هذا الكلام بسرعة؟ إنه يبدو جميلا لأن look لها معنيا ينظر وأيضا يبدو. احفظوها. Grandpa ماذا يقول Grandpa؟
it tastes delicious. It tastes delicious ما معناها؟ إن أو إنه بمذاق لذيذ. مام آخر شيء ماذا تقول؟ Thank you everyone. شكرا لكم جميعا. نذهب إلى الصفحة التالية، لكن خليني أذكركم إذا للآن ما اشتركتوا في القناة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تعملوا إعجاب في الفيديو. طيب جميل، الآن إذا حبيتوا إنكم تساعدوا القناة من خلال مشاركة الفيديو مع الآخرين حتى الكل إن شاء الله يستفيد، فيعني يريد تعملوا هذا الشيء. ماذا عن exercise 2؟ بسيط جدا، في عندي هون 4 sentences 4 جمل، وفي عندنا spaces فراغات، في عندي فراغات. منبدأ بالفراغات هاي من الwords اللي هون، هاي الverbs، هاي الأفعال يلي أنتم شايفينها هون الfive verbs. أذكركم بمعانيهن: serve يقدم يعني يقدم الطعام، cook يطبخ، cut يقطع، ما معنى put يضع، وما معنى wash يغسل. الآن الصورة الأولى، الجملة الأولى متعلقات في بعض، يعني الجملة الأولى بتحكي عن picture one. إذا نظرنا إلى picture one في عنا onion، وفي عنا cutting تقطيع، وفي عنا هون frying pan مقلاة. أوكي إحنا عارفين شو اللي قاعد بيصير في picture one. خلينا نقرأ. First أولا فراغ، and فراغ the onions. إيش راح نعمل الـ onions؟ بدنا نختار من هذه الكلمات. أول شيء طبعا cut اقطع. إذا أنا راح أجي هون إن شاء الله وأكتب هون cut، وهي cut. أنا أحاول English وهي cut. إذن first أولا cut، إيش يعني cut؟ اقطع أو قطع. و onions شو سوي بسط؟ قطع. وشو تسوي فيه بعدين؟ اختار واحدة من هاي الكلمات. إيش أفضل شيء؟ serve ولا cook ولا put ولا wash؟ طبعا cook. أوكي هاي قاعد نطلق فيها هون، فبالتالي أفضل شيء في هذا الفراغ نحط cook. أوكي طيب كويس ممتاز. First cut and cook the onions. ما معنى هذه الجملة؟ احكوا لي أنت. أولا إيش؟ قطع و وماذا؟ واطبخ البصل. كويس. Two اقرأوا. Then فراغ اقرأوا قبلي the lentils. The lentils إيش lentils؟ العدس. ثم فراغ العدس. شو بنسوي في العدس؟ serve ولا put ولا wash؟ تبهوا احنا نحكي عن picture 2. شو شايفين انتو؟ اوكي احنا قاعدين نغسل في العدس. اذا wash، اذا wash يعني بسيطة كثير واضحة صح ولا؟ wash w-a-s-h wash. نأتي الان الى 3. طبعا جملة 3 sentence 3 متعلقة بالpicture 3. مثل ما احنا شايفين قاعدين بيضعوا الonion على الرايس. اوكي ممتاز. اوكي واضح الامر. طيب next بعد ذلك فراغ the brown onions on top of the lentils and the rice. نعطي المعنى بالله. بعد ذلك فراغ البصل البني، بدنا نساوي ايش بالبصل البني على lentils and rice. شو راح نعمل؟ نختار serve ولا put؟ اكيد put، ضع. اوكي وهي وضعنا الonion على الرايس واللينتلز. اوكي نأتي الان الى finally. ما معنى finally؟ تتذكروا؟ اكيد تتذكروا، اخيرا. طب الخطوة الاخيرة فراغ the meal on a big plate. finally اخيرا فراغ. ما معنى the meal؟ الوجبة. on على big plate طبق كبير. اخيرا serve قدموا الوجبة على طبق كبير، فباجي أنا هون بكتب serve وهي serve. جميل. أوكي الآن هيك احنا تمنا حل هذا التمرين. نذهب إلى التمرين التالي والأخير في هاي الصفحة. هذا التمرين تمرين كتابة writing، راح يكون مفيد جدا إن شاء الله، لأن راح نألف العديد من الجمل، وأنا عارف أن العديد من الناس يحبوا أنهم ألفوا جمل. طيب ماشي الحال، نأتي إلى هنا حتى نألف الجمل بشكل مناسب. طيب طبعا احنا راح إن شاء الله ننظر للبيكتشر ونشوف كيف ممكن نعبر عنها. طبعا هاي عندنا خطوات إشي. طبعا احنا الخطوة الأولى نحكي عنها first. بذكركم أول خطوة first صح؟
الخطوة اللي بعديها راح نحكي then ثم بعديها next وآخر شيء finally. واضح الأمور إن شاء الله؟ طيب بسم الله. الأولى محلولة بس إحنا خلينا نحلها مع بعض. لحن نحكي أولا إيش؟ قطع الموزة وضعها في إناء كبير أو زبدية كبيرة. كيف نحكي أولا؟ first. ترى بعد first حطها في. قطع الموزة. كيف نحكي قطع؟ cut the banana. أيوة. وضعها and ما معنى يضع؟ put. ضعها put it في ما معنى في؟ in. بدي أحط زبدية bowl. هيك أوكي. طب كيف أحكي زبدية كبيرة؟ big bowl. In a big bowl. Okay. عفواً هنا. In a big. لا هنا الأكل. نحط قبل big. A big bowl. طيب جميل. Okay. هنا هاي نقطة. إذن صار في عندي. First cut the banana and put it in a big bowl. ممتاز. نأتي إلى two. اثنين. هسه بنحط. إيش؟ بنحط. Then. ثم صح ولا لا؟ then الخطوة التالية ثم شو؟ اوكي ثم ضع الحليب اوكي والايس كريم اوكي كيف احكي ثم حطينا then ثم ايش؟ ضع الحليب والايس كريم كيف احكي ضع؟ put الحليب ما معنى الحليب؟ اكيد عارفين the milk والايس كريم and ice cream ايضا في الزبدية الكبيرة كيف احكي في in الزبدية الكبيرة the big bowl اوكي وهي نقطة ايوه لو سألتكم شو توقع راح نكتب هسه الان شو راح تحكوا لي اكيد الان راح نكتب next بعد ذلك next فاصلة هسه راح نحكي عن picture 3 اوكي اخلط اوكي اخلط كل شيء كيف احكي اخلط ميكس اوكي ميكس كل شيء كيف احكي كل شيء everything طبعا ممكن واحد يحكي اخلط الحليب مع الايس كريم مع الموز ممكن كمان صحيح طيب نقطه شو ظل عندي بيكتشر واحده بس هيتها هون اوكي شو الخطوة الأخيرة؟ طبعاً هسه الآن بدي أحكي أخيراً كيف أحكي أخيراً باللغة الإنجليزية؟ آخر خطوة لأنها finally أوكي إن شاء الله إحنا راح في عنا تدريبات أكثر على الخطوات هاي وراح نكتب جمل أكثر في دروس القادمة خصوصاً إذا اشتركتوا في القناة وظليتوا متابعين الفيديوهات finally أخيراً بدنا نحكي أوكي ضعه في كأس كيف أحكي ضعه؟ ما معنى ضع؟ put ضعه يعني ضعه هو put it في كأس in a glass okay وخلص okay ممكن تحكي واشربه and drink it okay هيك احنا بنكون خلصنا الحمد لله رب العالمين أستاذ رادي مسعيد يحييكم نراكم إن شاء الله في درس آخر قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Every morning when I wake, it's like I'm